صباح الخير. تخيل القمر دي ممكن تتخان. تعالى بس تعالى تعالى. هاي كريم. هاي مايا. انا اسفه بس فكرتني بالند اللي كنت بحبه. اتاري الرجاله بتخون مش في مصر بس، كمان في امريكا. بس هناك بقى قوانين حاجه تانية خالص، قاسيه جدا. انا اسفه يمكن جيت بدري قوي. ولا بدري ولا حاجه، انت جيتي في ميعادك وانا بحب المواعيد المظبوطه. ثانك يو. انا هطلع فوق اجيب اللابتوب. عايزه اشوف. في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هي كلمتني امبارح بالليل عايزه تشتغل معايا. تشتغل معاكي تشتغل معاكي في ايه؟ في ايه يعني؟ ويب ديزاين. عايزاني اعمل لها ديزاين بتاع الويب سايت بتاعها. عزه يخرب بيتك بتعمل ايه هنا؟ ايه بت شفت عفريت ولا ايه؟ اه شفت عفريت. عايز مني خدمه. خدمه ايه؟ غور من وش بقى يا هاب، مش عايز اشوف خلقتك دي تاني. اعمل لك ايه؟ ما انت مش بترد على تليفوناتي ومدوخاني وراكي. عايز ايه؟ عايزك تدخليني من البوابه، عايز اقابل مدام سلمى. ما تتعبش نفسك، مش هترجعك الشغل تاني يا اخويا، شغلانتك دي اسمها الامن، ها الامن. يا بنتي، دخليني من البوابه بس. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بالحوار ده، اتصرف انت بقى، نط من على السور والهم ايه ده؟ ايه ده؟ نط من على السور وتقفش اروح في داهيه تاني؟ يا زوزه، يا زوزه ده انا البوب برضه. البوب ده عند مراتك وعيالك مش عندي انا. طب بقول لك ايه؟ هتخلي قلبك ابيض كده ونفتح مع بعض صفحه جديده. بلا صفحه جديده بلا زفت بقى. بقول لك ايه، انت هتدخليني يعني هتدخليني. نزل ايدك دي عافيه. ها اه عافيه يا زوزه. كل اللي انا عايزه عايزه اقابل مدام سلمى بس. عايزه في ايه؟ اما تدخليني هتعرف. يا نهار ابوك اسود، صدقتيني يا مدام سلمى اني ما كنتش معاها اهو. خلاص يا عزه خلاص. عايز تقنعني ان ضميرك صحي فجأة وقررت ترجع لي العقد؟ والله العظيم يا مدام سلمى انا غلبان، انا متجوز وعندي عيلين وما عملتش كده غير للحوجة بس. الدنيا صعبة يا مدام سلمى، اللي كنت باخده من الكومباوند ما كانش حتى بيقضيني النص الشهر. وبصراحة يعني بعد اللي حضرتك عملتيه معايا حسيت ان لو بعته هتبقى فلوسه حرام. لو النبي، تبيعه حرام لكن تسرقه حلال. انا ممكن ابلغ عنك وارجعك السجن تاني. اي حاجة حضرتك تعمليها انا استحقها. انا مش حرام يا مدام سلمى، انا كنت محتاج. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ كنت جاي استسمح حضرتك بس تكلمي لي حد من الاداره يرجعوني الشغل. الاداره مش هترجعك الشغل، فريح نفسك، سيبينا لوحدنا شويه. يا عز اقعد. ما يصحش يا عم. اقعد بقول لك اقعد. انا هدي لك فرصه تانيه عشان خاطر عيالك الغلابه بس، مفهوم؟ مفهوم. انا عايز اطلب منك خدمه. تؤمرين يا مدام سلمى؟ هدي لك ارقام تليفونات، تعرف لي الارقام دي بتاعت مين والناس دي ساكنه فين. تعرف تعمل كده؟ اكيد يا مدام سلمى، ده انا خدامك. واكيد هديك فلوس كويسه. مش هقصر رقبتك يا مدام سلمى. مايا كانت عندنا النهارده في البيت مع سلمى. مايا كانت بتعمل ايه عندكم؟ يعني ما تعرفيش؟